يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، كل ما يخص الالعاب الرياضيه المختلفه من داخل كل اصطالات ومن جميع الملاعب العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد كمان كل اخبارنا ومتابعتنا المحليه في الفتره الحاليه، استعدادات كمان منتخباتنا وابطالنا للبطولات القاريه والعالميه المؤهله لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. هي الحدث الأهم والأكبر في الرياضة في العالم، واللي كلنا طبعا عينين عليها الفترة دي والفترة اللي جاية بإذن الله. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون معنا كابتن ماجد عاشور، المدير الفني لمنتخب تنس الطاولة اللي بتشهد في الفترة الحالية تطور كبير جدا ونتائج مميزة. شفنا آخر ظهور لتنس الطاولة المصري في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، واللي شهدت حصول عمر عصر على المركز الثامن، وفي تنس الطاولة بتبقى في المركز الثامن على مستوى الأولمبياد، فده حاجة محترمة جدا ومركز متقدم جدا في ظل سيطرة الصين طبعا على الميداليات في تنس الطاولة سواء على مستوى العالم أو الأولمبياد. وبنشوف هنا هنا جودة كمان الملقبة بمعجزة تنس الطاولة، واللي رغم ان هنا سنها صغير شوية ولكن اصبحت بطلة كبيرة جدا في افريقيا، وده بيقول ان عندنا تطور كبير جدا في لعبة تنس الطاولة. النهاردة في حلقتنا هيكون عندنا اسئلة كتير جدا ومحاور اكتر لضيفنا اللي هيكون منورنا في ملاعب الابطال كابتن ماجد عاشور. النهاردة هيكون ضيفنا باذن الله المدير الفني لمنتخبنا الوطني لتنس الطاولة. الحقيقة النهاردة يعني يمكن قبل ما نبتدي حلقتنا على طول كان نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين فريق ماجدبرج الألماني وكيلسي البولندي، وكانت مباراة نفسها طويل شوية وفي الآخر انتهت طبعا ل30. أكيد يستحقوا اللحظات دي بعد غياب لفترة طويلة تتويج بالمرة الرابعة في تاريخ ماجدبرج الألماني. نرجع مرة تانية لملاعب الأبطال، وسؤال حلقتنا النهاردة كان من هو اللاعب اللي تتمنى وجوده في فريق كرة اليد اللي بتشجعه؟ خلينا نشوف متابعينا بعتوا لنا إيه. لمياء حسن، مساء الفل عليكي، بتقول اللاعب اللي أتمنى إنه يرجع تاني ويكون موجود في الزمالك هو يحيى الدرع. ويوستينا يوسف بتقول علي زين. محمد إبراهيم بيقول رجوع يحيى الدرع للزمالك. سيف محمد بيقول محسن رمضان يروح الزمالك. محمد بيقول أحمد الأحمر للأهلي. أنا مبسوطة إن البنات بدأوا يبعتوا لنا ويتابعونا، يعني واضح النهاردة بنتين من أصل 6 تعليقات، فأكيد إن شاء الله أتمنى يكون سيزون موافق لكل اللاعبين المصريين لكرة اليد. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، ابقوا معنا. The cat sat on the mat.
برحب حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين فقراتنا معاكم في ملاعب الأبطال، ودلوقتي نروح لفقرة ميدالية أولمبية اللي من خلالها طبعا بنعرف حضراتكم على مسيرة نجم من نجوم الرياضة المصرية، حقق إنجازات طويلة وبطولات في دورات الألعاب الأولمبية اللي هي الأغلى في حياة كل بطل. بطلتنا النهاردة هي ملاك التايكوندو، هي هداية ملاك لعبة منتخب مصر السابقة للتايكوندو، صاحبة برونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020. وده إنجاز كبير جدا إن لعبة في التايكوندو تقدر تحافظ على ميدالية أولمبية لدورتين متتاليتين. خلينا نقرب أكتر من هداية ملاك ومن مسيرتها الرياضية، ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. اخبار كتير جدا في حلقتنا النهارده، ولكن خلينا نبتدي باخبار الجمباز. واعلن اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي استضافه منافسات بطوله كاس الفراعنه الدوليه للجمباز الفني شهر اغسطس اللي جاي باذن الله. الاتحاد قال ان البطوله هتقام على مجمع الصالات المغطاه في استاد القاهره، وهيكون مشاركه عدد كبير جدا من المنتخبات. القاهره كانت استضافت على مدار الايام اللي فاتت بطوله كاس الفراعنه للجمباز الايقاعي والايروبيك، واختتمت منافسات البطوله النهارده وشارك فيها طبعا 28 منتخب. وفي الحقيقه كانت بطوله قويه جدا، كنا متابعين طبعا مع حضراتكم لحظه بلحظه حتى راي كمان رئيس الاتحاد الدولي عن استضافه مصر للبطوله وعن التنظيم، وكان الراجل كنا عاملين معاه لقاء وقال كلام مبهر جدا عن التنظيم. كاميرا ملاعب الابطال ايضا كانت موجوده النهارده وكان ليها عدد من اللقاءات، خلينا نشوف. هو الحقيقة نشاط الجمباز المصري في الآونة الأخيرة تقدم بشكل كبير جدا، ويمكن نشاط الجمباز على المستوى الدولي أصبح زايد إلى حد كبير في الفترة الأخيرة. والنهاردة احنا في بطولة جمباز الأيروبيك، وهو فرع من أفرع الجمباز، ويمكن رغم ان فرع الايروبيك انضم للاتحاد المصري في 2016 يعني ما يعتبرش من زمان قوي، لكن النهارده المستوى وصل لمرحله كبيره جدا، وصل لمستوى عالي جدا. النهارده احنا بننافس على مستوى العالم في الايروبيك، والحمد لله احنا الرانك بتاعنا دلوقتي يمكن السادس في اخر بطوله عالم موجوده. والبطوله دي النهارده تعتبر احتكاك دولي كبير جدا، عندنا الصف الثاني كمان للايروبيك طالع بمستوى يمكن مبشر وبينبئ بمستقبل كويس لجمباز الايروبيك في مصر. بطوله الفراعنه بطوله دوليه مصر بتقيمها على مدار 5 سنين فاتوا، وتعتبر بطوله مهمه جدا للدول، بنستقطب دول اجنبيه عشان نستعد للبطولات الثانيه المهمه زي كاسه العالم وبطولات العالم. طبعا البطولة يعني نشكر رئيس الاتحاد المصري للجمباز دكتور إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على دعمه المستمر لرياضة الجمباز وبالأخص رياضة الأيروبيك. هي بطولة طبعا مهمة جدا بنستعد بيها لكاسات العالم وبطولة العالم، هتبقى في ان شاء الله في ايطاليا 2024. وبحب طبعا اشكر الاتحاد المصري موفر لنا خبراء اجانب وكل حاجه، يعني معسكر مغلق، وان شاء الله يعني دي البدايه ونقدر نشرف مصر. يعني توفيق ان شاء الله لابطالنا في الجمباز، وكل فروع الجمباز ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون مزيد من التتويج وموجودين على منصات التتويج دايما. كده خلصت اخبار حلقتنا، خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل سريعا يكون معانا النهارده في فقرتنا الحواريه ضيفنا النهارده كابتن ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب تنس الطاوله، وحديث مطول عن تنس الطاوله المصريه واستعداداتها الفتره اللي جايه، وكلام اكثر عن باريس 2024 بعد الفاصل.
مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين حلقتنا معاكم في ملاعب الابطال. ويمكن تقرير صغنن قوي، ولكن اللي متابع تنس الطاوله الفتره اللي فاتت، ومن فتره في الحقيقه مش الفتره اللي فاتت بس، شايف ان منتخبنا الوطني بيقدم مستويات قويه جدا، المستويات القويه مش على مستوى افريقيا، على مستوى العالم، على مستوى البطوله الاهم وهي الاولمبياد في طوكيو 2020. وعمر عصر يعني انا بعتبره من اساطير طبعا تنس الطاوله، اللي بيزاحم الصينيين واللي هم ملوك اللعبه، وبيحصل على المركز الخامس في طوكيو 2020، كان انجاز بالنسبه لنا كلنا كمصريين. وعمر حسسنا ان احنا قريبين من احنا نحقق ميداليه اولمبيه، وده اكيد ورا منه طبعا منظومه كبيره جدا بتعمل على النجاح ده وبتترجمه طبعا على ارض الواقع. النهارده منورني واحد من المنظومه دي، طبعا بيقود منظومه منتخب تنس الطاوله. النهارده منورني كابتن ماجد عاشور، المدير الفني لمنتخب تنس الطاوله. برحب بحضرتك يا كابتن، منورني. اهلا وسهلا، وببارك لك. يعني طول الوقت واحنا بنسمع اخبار تنس الطاوله احنا بنبقى سعداء جدا، لان لعبه كنا يمكن من سنين طويله بعاد كل البعد عن ان احنا ننافس او ان احنا نحلم بميداليه، لا لقينا نفسنا متواجدين على المنصات العالميه، ويمكن اخرها بطوله العالم الاخيره. هو فعلا يعني كان الفرق كان كبير قوي من فترات طويله شويه. بدأنا الأول كنا يعني بطولة أفريقيا كانت بالنسبة لنا مشكلة، يعني ماتشات نيجيريا تحديدا كنا بنعاني عشان نكسب أصلا بطولة أفريقيا، بس بقالنا فترة الحمد لله إحنا خلاص بقينا متسيدين أفريقيا يعني كفرق. الفردي وجود اللاعب أرونا طبعا ده لاعب عالمي طبعا بيزاحم جدا في الفردي مع يعني بالذات مع عمر، يعني هما الاثنين دايما في منافسة قوية جدا. بعد كده يعني كنا بنبقى مكتفيين بأفريقيا. واحدة واحدة مع فرصة الاحتراف برة لعمر تحديدا، يعني أكتر واحد أخذ الفرصة دي وهو صغير فطلع على السويد، بدأ يبقى يتمرن هناك ويبقى عايش هناك وهو في سنة صغيرة جدا. بدأ عمر يدينا أمل إن هو من هو ناشئ إن ممكن يبقى في حاجة قدام، يعني تدي أمل إن احنا نعمل حاجة في على المستوى العالمي. على مستوى الناشئين تحت 18 سنة كسب بطولات دولية، كسب صينيين، بدأ يكسب في آسيا، طبعا ده كان حاجة من المستحيلات زمان علينا يعني كمصريين أو كأفارقة حتى. بعد كده لما جينا في طوكيو تحديدا عمر عمل الانجاز اللي حضرتك قلتي عليه ده، ان هو وصل لدور الثمانيه وقدر يفوز بالمركز الخامس. هو خسر في دور الثمانيه من مالونج اللي هو الاسطوره بتاعت تنس الطاوله، ومالونج كسب البطوله فمجازا بيبقى هو الخامس يعني. من ساعتها وكلنا حسينا في مصر، مش احنا بس كجهاز فني او كاتحاد، لا الناس كمان في الشارع حست ان تنس الطاوله ممكن تعمل حاجه غير مسبوقه يعني. بعد كده يعني لو هتكلم على عمر تحديدا، هو في برضه لاعبين زمايله هايلين كويسين، وفي لعيبه طالعه جداد ودي حاجه كويسه جدا، سنهم صغير برضو يعني بدأوا الاحتراف بره بيلعبوا بره. فجي في البطولة الأخيرة في بطولة العالم كانت الشهر اللي فات بس، عمل إنجاز أنا في تصوري أقوى شوية من إنجاز طوكيو فعلا، رغم أنه هي نفس النتيجة، هو خسر من دور الثمانية من فان زان دونج برضو اللي هو المصنف الأول وهو خد البطولة، فبقى عمر برضو خامس. يعني دي كانت بطولة العالم للرجال، الرجال وسيدات. تمام، ليه بقول اقوى شويه من طوكيو؟ الفرق ان الاولمبياد بيبقى كل دوله ليها اثنين بس اللي بيلعبوا الفردي، اثنين لاعبين. بطوله العالم خمسه من كل دوله، فانت هو بيواجه مش عمر بس يعني كل اللعيبه، بيبقى في خمسه صينيين، خمسه يابانيين، خمسه كوريين، خمسه من المانيا، خمسه من فرنسا، يعني عدد بيبقى كبير جدا، اللي بيبقى السويد ابطال عالم برضو. فالمنافسه بتبقى اقوى من اول ماتش، العدد يعني خمسه كتير، خمسه كتير من كل دوله كتير بالظبط كده، فمن اول ماتش بيبقى
البطولة قوية. يعني لو قلت لحضرتك مشوار عمر في بطولة العالم اللي فاتت دي، هو يعني فاز في 4 مباريات، كل مباراة أقوى من التانية. يعني احنا لما بنيجي نتكلم على الاولمبيات وبنقول الصين بتبقى مشاركه ب2 لاعبين، فبنقول الاول والثاني دول خلاص محجوزين، فالعالم كله بيتنافس على الميداليه الثالثه البرونزيه. لكن لما يبقى 5 مثلا من الصين اللي هم ملوك اللعبه في على مستوى العالم، يعني منافسه يعني صعبه جدا. يعني ابسطها لحضرتك اكتر شويه، دور الثمانيه في بطوله العالم اللي فاتت دي كان الثمانيه كلهم اسيا ومعاهم عمر ولاعيب واحد اوروبي بس. فعشان توصلي للدور ده في بطولة العالم تحديدا بيبقى صعب جدا، يعني لازم في المشوار يكسب ناس قوية جدا. يعني وده كابتن ماجد، يعني يمكن الصينيين بقوا عارفين كويس بيقابلوه طول الوقت وعارفين ان هو عنيد. انا يعني دايما بشوف في عينين عمر التحدي، رغم ان هو على المستوى الشخصي وحد لذيذ وفريندلي جدا، ولكن وهو بيلعب بيتحول شخص تاني تماما، بيبقى قمة في التركيز. كلمني عن وجوده وسط الثمانية، ان هو واحد اوروبي وهو والباقي كله من اسيا. عمل قاعدة ازاي للمصريين في تنس الطاولة على مستوى العالم؟ هو يعني بدون شك عمر، يعني اكيد هم يبقوا قلقانين، هيبين ان في اكيد في يعني ناس طالعين تانيين غير عمر. الماتش بتاع الفان زاندونج اللي هو في دور الثمانية كان قلقان قبل الماتش، يعني احنا بنحس ان اللعيب قلقان ولا لا، مرتاح ولا لا، لا كان قلقان يعني. كان بس طبعا هم في حته تانية خالص الصين، يعني فعلا مستواهم مختلف خالص عن بقيه الدول العالم، مهما يعني بيخسروا ساعات ماتشات، بس الاساس هي اللعبه الشعبيه عندهم، هي اللعبه الاساسيه. طبعا هي اللعبه الاساسيه طبعا، واللعبه الشعبيه واهم لعبه عندهم، وهم نجوم تنس الطاوله في الصين، يعني مش عايز اقول اكتر من نجوم كره القدم عندنا في مصر. يعني هم الاعلانات في الشوارع، هم متصدرين كل الحاجات دي، لعيبه تنس الطاوله يعني. فعمر هو معروف طبعا على المستوى العالمي، سواء للصينيين او لغيرهم. في زي ما حضرتك قلتي كده، هو عمل شكل لمصر كلها. يعني النهارده اي لعيب بيلعب لعيب مصري بيبقى عامل حسابه ان لا، ان مصر فيها تنس طاوله كويسه قويه، ممكن طبعا ممكن يبقى في منافسه، ما بقاش يعني نازل انه هيلعب حد مصري لا بقى كل اللعيبه المصريين بيتعمل حسابها في البطولات دلوقتي. طيب كتير بيتكلم وبيقول ان اللاعب مهما ادى بيبقى ليه عمره وبيبقى ليه وقت، واكيد هيبقى ساعتها في التدريب او في الاداره او بعد الاعتزال يعني. ولكن يمكن في تنس الطاوله انا شايفه ان انتوا بتعملوا جيل تاني وجيل ثالث، يعني هو بيبقى فيه امتداد، اجيال بتسلم اجيال، وده مهم جدا، لان الوصول للقمه سهل ولكن المحافظه عليها هي الاصعب، ان احنا نوصل للمستوى والليفل العالمي اللي حضرتك بتتكلم فيه ده وتبقى ظاهره وتختفي، دي بتبقى حاجه مؤلمه جدا. بالظبط. هو يعني برضو تنس طاوله فيها ميزه وعيب، بس هي ميزه اكتر، ان اللعيب حاليا عمره طويل شويه في اللعبه، مش بيعتزل بدري، يعني رغم ان هي محتاجه مجهود ومحتاجه كل حاجه، بس الخبره ليها دور كبير قوي في اللعبه عندنا. لا يعني كل ما بيكتسب خبره بتعوضه عن حاجات تانية، ممكن كلياقه يعني لا يعني في لعيبه عندها خبرات واسلوبها ما بيبقاش محتاج لياقه بدنيه عاليه، ممكن يقعد يلعب لفترات طويله. يعني لعيبه العالم يعني كلها المصنفين ممكن يكونوا فوق ال 35، يعني حتى الصينيين يعني. فاللعيب يعني دي ميزه، ان انت ما بتبقيش خايفه ان ده عمر بقى عنده 30 سنه ولا 31 سنه، طب مين؟ لا ان شاء الله هو مكمل معانا. فبالتالي اللعيب اللي بيطلع بيبقى يعني بهدوء، مش بنعمل بقى يلا نلحق، سيبه لغايه لما يستوي. بيبقى بالظبط كده. خلاص يعني هو يعني بياخد وقته وبيطلع، وفعلا احنا طالع عندنا لعيبه هايله جدا. هو ده بقى اللي انا عايز اسال حضرتك عليه، يعني الناشئين والسن الصغير، شايف فيهم اسماء واعده؟ محتاجين شويه خبرات، محتاجين تمارين اكتر، ولكن في اسماء جايه شايف ان هي برضه هتبقى على مستوى العالم ومنافستها قويه؟ يعني سواء على مستوى الرجال او السيدات، في اسماء يعني
يعني احنا لو قلنا الاسماء القديمه اللي هي اصحاب الخبرات اللي لسه موجوده اللي هم كانوا معانا في بطوله العالم الاخيره ولعبوا كويس وكسبوا مباريات يعني بخلاف عمر، في احمد صالح كابتن المنتخب طبعا يعني برضو مازال يعني بيلعب، يمكن اداؤه هنا على المستوى المحلي ما بيرتقيش للمستوى الدولي بيلعب احسن بكتير قوي، لما بيلعب بره بيبقى مركز اكتر بيأدي اكتر شويه. في محمد البيلي عمل مباراه هايله مع لعيب امريكي صيني جنسيته صيني ولعيب قوي جدا وقدر يكسبه في بطوله العالم برضو. في خالد عصر، في محمد شومان، دول اسماء اللي هي يعتبر قدام شويه ومعانا في المنتخب بقالها فترات يعني. اللي طالعين بقى في اسماء كتيره طالعه كويسه جدا، يعني عندنا مثلا يعني من اكتر الناس المبشره قوي وهو بقى دلوقتي اساسي جدا في النادي الاهلي لعيب يوسف عبد العزيز، ده بيلعب في كان في المانيا وبعدين هو دلوقتي في النمسا محترف هناك برضو، ده يعني احنا خدناه معانا في بطوله كاس افريقيا اللي فاتت كبدايه ليه، هو لعب معانا قبل كده بس دي كانت بدايه الاقوى يعني بالنسبه له. بطوله افريقيا بيبقى برضو فيها نيجيريا، فيها وصل لدور الثمانيه بس خسر من ارونا للاسف، القرعه جابته مع ارونا يعني وكان ماتش كويس ما كانش سهل. ففي يوسف وده ان شاء الله برضو معتمدين عليه ان شاء الله هيسند جامد معانا. في مروان جمال ده برضو لعيب يعني يعتبر تاني افريقيا تحت 19 سنه وممكن ان شاء الله في بطوله افريقيا الاول الشهر الجاي ان شاء الله يكسبها. وفي محمد وليد وفي بدر، دول لعيبه في الزمالك برضو هايلين جدا. في مؤمن محمود برضو لعيب في انبي طالع كويس بالذات في مباريات الفرق بتلاقيه بيأدي بحماس يعني. فكل اللعيبه دي احنا حاطينها ان دول أربعة خمس لعيبة ممكن قدام شوية يكملوا معانا. وعلى مستوى السيدات طبعا عندنا دينا، دي أساسية دينا مشرف طبعا يعني ما شاء الله عليها بصراحة، نتائجها لعيبة متزنة ونتائجها لحد كبير يعني بتطلع مش بتقل، عندها خبرات هايلة في بطولة العالم برضو لعبت وصلت دور 32 وده كان إنجاز برضو في السيدات بالذات، بتبقى عملية أصعب من الرجال كمان. وخسرت من بنت يابانية. مع دينا في ناس طالعة برضو كويسة يعني، في يسرى حلمي، في مريم الهضيبي ومروة اتنين توأم كويسين، وفي هند فتحي برضو في بتروجيت دلوقتي، وفي هنا جودة طبعا هنا يعني أصبحت يعني من اللاعبات اللي هم عاملين حالة في الشارع المصري. ممكن لما حضرتك جبت سيره هنا انا ابتسمت. صحيح هنا واخده حته من قلبي كده، هنا من وهي صغيره وفي الحقيقه كنت متابعاها في النادي الاهلي وكل الكلام كان على هنا جوده في التوقيت ده، ما كنتش مصدقه ان هنا هتعمل الانجاز اللي احنا بنشوفه دلوقتي واللي بنشوفه من سنتين فاتوا، وهو حاجه بصراحه بتكسر كل الرولز يعني، في قواعد ثابته مع هنا ما بحسش ان في حاجه ثابته، بحس ان كل حاجه متغيره. فيعني ما تفعله هنا جوده حضرتك شايفه ازاي؟ هنا هي على مستوى الناشئات على مستوى العالم من احسن لعيبه العالم في الناشئات لغايه 19 سنه، هو في ايفنتات هي كانت 15 الاولى على العالم في التصنيف و17 سنه، في 19 يمكن هي الثانيه او الثالثه دلوقتي. لسه حته بقى صغيره لما في السيدات ما خدتش لسه الخبرات بتاعه السيدات. هي طبعا يعني جسمانيا لسه لعبها مش القوة بتاعت السيدات يعني، برضو بيبقى في فرق في القوة شوية. ولكن هي زي ما حضرتك قلت كده، هي عندها تحدي كبير قوي مع نفسها ان هي تعمل احسن حاجة على اي مستوى، بتلعب بقى سيدات لو هتلعب مع الرجال حتى هتلعب بالظبط كده. فان شاء الله الفترات اللي جاية دي هنا مع زمايلها اللي هم اكبر منها اللي سبقوها، اعتقد ان احنا ممكن برضو على مستوى السيدات يبقى لينا شأن في على مستوى العالم باذن الله. بطوله العالم الاخيره يمكن حضرتك كنا قبل يعني قبل ما ندخل في الفقره كنا بنتكلم عنها، وكنت حضرتك مبسوط بالمستوى اللي سواء الرجال او السيدات ظهروا عليه، وده بيعمل تحدي عليكم اكبر.
يعني يمكن كل ما تحقق نتائج إيجابية أكتر ده بيعول عليك عبء أكبر. صحيح بالضبط، زي ما الواحد كل يعني عمر مثلا في بطولة العالم كل ما بيكسب ماتش العبء بيزيد، العبء بيزيد يعني لان احنا طموحنا معاه بيكبر، الطموح بيكبر طبعا. بالظبط كده، والطموح ده احنا كنا حاسينه بعد كل ماتش واحنا في جنوب افريقيا، هي يعني البطوله كانت في جنوب افريقيا. بتجينا الاخبار من مصر، الوسط الرياضي مش هقول تنس طاوله بس، كل الناس متابعه، والكتابات اللي بتنزل على الفيسبوك والحاجات دي كلها احنا يعني بنشوفها برضو، فبنلاقي ان الطموح فعلا بيزيد بعد كل ماتش، والناس يا جماعه عمر ماتشه الساعه كام النهارده ادعوا له، وهم بيبقوا عارفين قوه المنافس اللي هيلعبه. يعني انا لو قلت لحضرتك مشوار عمر، هو بدا مع لعيب من الاكوادور اسمه ايه يا ربي مش فاكر اسمه دلوقتي، هو تصنيفه 73 على العالم. ده مشكلته رغم ان تصنيفه مش يعني عمر سابقه، ان هو بيتمرن في النادي اللي عمر بيتمرن فيه، فحافظ طريقه لعبه طبعا، حافظ لعبه، ودي اصعب حاجه وهو ما عندوش حاجه يبكي عليها. فنزل الماتش الاولاني كان عمر بيلعب الثاني لعب كسبان 3-1، والماتش يعني بيست اوف 7 اللي بيجيب 4 بيكسب، فكان عمر خسران 3-1 بس الحمد لله قدر يتماسك وكسب 4-3 في الاخر. يعني ده كان من اصعب الماتشات، وده من اول ماتش طبعا. يعني يمكن يكون دايما بقول المنافس اللي انا بقابله كتير بيبقى حافظ طريقه لعب، لكن لما يبقى معايا في نادي واحد بيتمرن الامور اصعب وأصعب. كبيره بالزبط. وده بيخلق اكيد عند عمر وعند زمايله تحدي اكبر. خلينا نستاذن حضرتك نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا عن تنس الطاوله المصريه. برحب حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين فقرتنا مع ضيفي الكريم اللي منورني النهارده كابتن ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاولة. كابتن ماجد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مشاركة عمر، وحضرتك اتكلمت عن ان اصعب ماتش ليه كان هو اللاعب اللي معاه في نفس الفريق. البرتو مينو ده بتاع الاكوادور، ده كان هي صعوبتها، والماتش الثاني كمان كان صعب لان كان جرازامينجو ده من كازاخستان، ترتيبه برده عالي بس بيلعب في الدوري الالماني مع عمر، فبيلعبوا كتير برده، حافظ طريقه برده، بيبقوا حافظين بعض بس. هو كان الحمد لله التوفيق كان مع عمر في البطوله دي، حتى ثالث ماتش كان مع ترولز ده اللعيب سويدي، كان هو خد فضيه بطوله العالم الاخيره في امريكا وترتيبه السابع على، وعمر كسب برضو 4-2، وبعدين دخل دورة ال 16 كسب بوكار ده بتاع كرواتيا 4-0، وده يعني أنا في تقديري إن ده أو في رأيي يعني أحسن ماتش عمر لعبه. أنا كنت واقف له فيه، لعب يعني كسب 4-0 تقريبا مفيش غلطة، كان تركيز 100%. والحلو قوي كمان في البطوله دي، هي كانت معموله في جنوب افريقيا زي ما بقول لحضرتك كده، ففجاه بعد بدايات مكسب عمر الجمهور بتاع جنوب افريقيا بحكم ان احنا افارقه يعني بيشجع عمر، فبقى بيشجع عمر، واعلام مصر بقت في المدرجات. جميل. بالاضافه للعيبه والوفود العربيه اللي مشاركه في البطوله فعلا كانوا بيشجعوا عمر كانه واحد من بلدهم. فدي كانت يعني ظاهره كانت جميله جدا، واحنا كنا مبسوطين جدا كمصريين ان الجمهور بيشجعنا وبيبارك، وكانت حاله جميله الحقيقه. يعني الحاجه الحلوه ما ينفعش يتقال عليها مش حلوه، لا صحيح، يعني خلي بالك انت حتى بالعاطفه كده بتندمج، حتى لو هو عربي هو افريقي انت بتلاقي نفسك اوريدي خلاص بتشجعه. بالظبط. عايز اسال حضرتك المباريات اللي زي دي، يعني حضرتك بتركز معاه على ايه؟ يعني ما يبقى في لاعب حافظ كل طريقه لعبه بيبقى المفروض يبقى المنتال اكتر، يبقى في تريكي في طريقه اللعب. انت قلتي بالظبط، يعني الكوتشنج في هتاخدني مساعده معاك تشرفي. الكوتشنج في الليفل ده بيبقى صعب جدا. يعني اللعيب لما بيبقى في العشرين الاوائل الثلاثين او بيبقى اخطاءه قليله جدا، بنعتمد اكتر على الحته النفسيه. يعني دي بتبقى تقريبا الكلام بيبقى قبل المباراه، يعني احنا دايما متعودين ان
عمر هيلعب ماتش او اي لعيب يعني بنجيب فيديو لاخر مباريات للاعب المنافس اللي هيلعبه. تمام. وبنقعد نتفرج عليها مع بعض وبنشوف هو بيبقى الاخطاء قليله بس الكلام بيبقى في الحاله اللي هو فيها في المباراه دي. النهارده هو عامل ايه؟ ايه اللي ممكن يبقى تعبه شويه؟ يعني هو ممكن حاجه تكون تعباه في ماتش قبل كده والنهارده لا هي ما فيش مشكله عنده او العكس. بالظبط. يعني ممكن لعبه بتبقى هو بيلعبها حلوه قوي في ماتش قبل كده بس في ماتش عمر هو مش عارف يعملها كويس لسبب الاسباب. يعني ممكن كره عمر مختلفه، لا سيرف عمر ده صعب، مش غلس عليه شويه، حاجات صغيره صغيره التفاصيل هي اللي بتلعب عليه، هي التفاصيل بس. انما علشان كلام عام خلي بالك هو الباكاند عنده قليله او الفورهاند معروفه أحسن بقى ومحفوظه خلاص لا فهي بتبقى الحته النفسيه دي اكتر وعمر بالذات بيبقى محتاج الحته النفسيه دي اكتر بكتير. يعني دايما عايز تحسسه ان هو احسن، ان هو يقدر، ان هو اقوى، بتفرق معاه. طيب يمكن كل الناس دلوقتي وكل الجمهور المصري ما شاء الله بقى عندنا ثقافه كبيره جدا لكل الالعاب وحافظين يعني كل ابطالنا، والجميع باصص على اولمبياد باريس 2024 ومشاركه منتخباتنا فيها ايه، مشاركه لاعبتنا المميزه ايه، فرص مشاركه منتخب تنس الطاوله في باريس 2024. احنا عندنا التاهل للاولمبياد بيبقى اول حاجه كان بيبقى عن طريق دوره الالعاب الافريقيه، فهي مش هتتلعب السنه دي يعني، فهيبقى التاهل عن طريق بطوله افريقيا دي هتبقى تمام. في تونس شهر 9 ان شاء الله. ده التاهل الاول اللي هو ايه، اللي بيكسب الفرق خلاص اتاهل، بيتاهل عن افريقيا، عن افريقيا تمام، بيبقوا ثلاث لعيبه ولعيب احتياطي وبيتم اختيار اثنين منهم هم اللي يلعبوا الفردي بس. خلاص انت كده اتاهلت. طب بقيه اللعيبه بقى او الفرق اللي هي ما طلعتش اول بيتم ملحق للفردي تمام، بيكملوا بيهم على يعني احنا مثلا في طوكيو تاهلنا على الفرق، كسبنا نيجيريا رجال وسيدات، فاصبح ان احنا خلاص عندنا الفريق موجود، الفريق كله موجود، اثنين منهم واتنين هيبقوا اتنين في الفردي من مصر في الفردي، هيبقى فاضل لك اثنين؟ لا بيبقى فاضل للقاره كلها سته، احنا بيبقى ثمانيه تمام، فالقاره كلها بيبقى فاضل سته هيتاهلوا من بطوله فرديه بتتعمل على بعد التاهل الاول بتاع الفرق، بالاضافه ان في مسابقه زوجي المختلط دي يعني استحدثت في طوكيو كانت اول مره، فهيبقى فيها برضو زوجي مختلط البطوله الجايه. فاحنا ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا في تونس في شهر 9، دي الهدف والاساس ان احنا ان شاء الله نتاهل مباشره منها عشان ما نخشش بقى في متاهات تانية يعني بتاعه الفردي وكده ان شاء الله. فاحنا مركزين ان شاء الله على ان احنا يعني نفوز ببطوله الفرق ونتأهل، وبعد كده بيتم اختيار الاثنين اللي هيلعبوا الفردي قبلها يعني. كابتن ماجد يعني الحمد لله احنا على مستوى افريقيا يعني امورنا جيده الحمد لله، نمسك الخشب عشان ما نحسدش. مين من المنتخبات كمان جاي؟ يعني مين حضرتك شايف من المنتخبات بيطور من نفسه بشكل يقلق؟ ما هو انت هتلاقي اللي جاي زحمك اللي فدايما لازم تبعد. هو هي المشكله ان دلوقتي اللعيبه اللي هم بيلعبوا في اوروبا وكانوا جنسيات اوروبيه بس ليهم جذور افريقيه كلهم اتحولوا على افريقيا، بيلعبوا على افريقيا عشان تبقى اسهل بالنسبه له، التاهل بالنسبه له اسهل. والتصنيف كمان البطولات القاريه بياخد عليها نقط عاليه، فهو بيهمه انه يلعب يشارك في بطوله افريقيا يطلع تاني يطلع تالت يطلع خامس، هياخد نقط يعني كبيره قوي، يحسن الرانك بالنسبه له، يحسن الرانكينج بتاعه عن ان هو بيلعب في اوروبا. هو بيلعب في اوروبا ممكن ما يلعبش اصلا بطوله اوروبا ما يعني لو واحد مثلا تصنيفه العاشر في فرنسا مثلا هو ما يلعبش منتخب عاده اربعه خمسه اللي بيشاركوا، بس هو العاشر في فرنسا ده لعيب كويس. فيعني احنا يعني فعلا في لعيبه اوريدي كانوا بيلعبوا في فرنسا زي في اتنين، واحد جزائري اصولهم افريقيه منين بقى؟ ده جزائري مهدي ده خلاص بيلعب في افريقيا ولعيب كويس وبينافس دلوقتي فعلا على بطولات الفردي، وفي واحد سنغالي برضو بيلعب في بطوله افريقيا كاس افريقيا اللي كانت في كينيا اللي عمر كسبها برضو الحمد لله، كانت في شهر 5. يعني شهر 5 ده كان حاجه يعني انجازاته كان كتيره، شهر اول الشهر شهر الطاوله المصريه يعني اول الشهر عمر كسب كاس افريقيا
الرجال، وهنا كسبت كاس افريقيا سيدات، وفي الاخر عمر برضو عمل النتيجه بتاعه بطوله العالم دي. وفي نفس البطوله بتاعه كاس افريقيا كان قبلها في بطوله الانديه الافريقيه انبي كسبها على مستوى الرجال، وبنبارك لهم على البطوله. وبتروجيت في اول مشاركه لي سيدات كسب البطوله برضو بطوله الانديه الافريقيه. فكانت بدايه كانت هايله في تنس الطاوله يعني المصريه كلها، ان ناديين من مصر يكسبوا البطوله، وبعد كده عمر يكسب الرجال كاس افريقيا، وهنا تكسب، بعد كده عمر يعمل نتيجه في بطوله العالم في افريقيا التنس الطاوله المصريه طبعا. فلما واحنا في كاس افريقيا احنا فوجئنا باثنين من مدغشقر، جذورهم من مدغشقر، وهم بيلعبوا في فرنسا وهم فرنساويين برضو، جم شاركوا مستواهم كويس جدا طبعا. وبداوا نفس القصه في البنات، يعني في اثنين من مدغشقر في البنات في السيدات هيلعبوا بطوله افريقيا اللي في تونس دي، بالاضافه لشويه الاسماء اللي قلت لحضرتك عليهم دول اللي هم هيلعبوا بقى اوريدي بيلعبوا في افريقيا. فافريقيا في صعب عليك المنافسه طبعا، بالذات في الفردي، يعني في الفرق لما بيبقى واحد في الجزائر، واحد في السنغال، واحد او اثنين في مدغشقر، بنقدر نكسب برضه مفيش مشكله يعني. وفي وجود عمر تحديدا كمان بيبقى صعب، لكن الفردي وجودهم بيخلي بقى في منافسه ابتداء من دور الثمانيه او دور 16 مباريات قويه جدا. ماذا ينقص تنس الطاوله المصريه للحصول على ميداليه عالميه والاولمبيات يعني؟ قولا واحدا، الرعاه. احنا يعني لعبتنا رغم ان هي شبه شعبيه برضو على مستوى الممارسه وكده، لكن بتحسي ان برضه لسه الرعاه فيهم الحته بتاعت كره القدم موجوده، يعني الحته دي لو يعني ان يبقى في رعاه للالعاب اللي زي تنس الطاوله، يعني في العاب فرديه وعندهم رعاه برضه. احنا بنشوف دلوقتي رعاه بيرعى بطل، عارف ان ده هيجيب ميداليه اولمبيه. بس المشكله ان هم بيروحوا للي اوريدي جاب ميداليه اكتر، يعني اللي هيجيب ميداليه عينه لسه بتبقى مش شايفاه، بيبقى مش متشاف قوي بالظبط كده. احنا لو الرعاه يعني ساعدوا في الحته بتاعت ان هم يرعوا بعض اللاعبين عندنا في مصر، في يعني هنا جوده عندها رعايه، دينا مشرف عندها رعايه، عمر بحكم ان هو عايش بره مش قد كده الرعايه عنده، مش يعني برضه حته لو هو كان في مصر كان ممكن يبقى عنده فرص اكبر. بس هي دي الحاجه الوحيده اللي يا ان الاتحاد لوحده مش هيقدر، أكيد الوزارة لوحدها مش هتقدر. فمهما كان ومشوار بطل أولمبي مش مشوار سهل، مش ومكلف طبعا، محتاج يعني معسكرات ومحتاج سفر واحتكاكات قوية. بس أنا شايفة برضو أن فكرة احتراف بعض اللاعبين يمكن دي اللي بتسند معاكوا شوية. بالظبط، يعني هو اللعيبة يعني مش عايز أقول أنها بتصرف على نفسها، يعني على قد ما بيقدروا مش بيبخلوا على نفسهم بحاجه، اللي بيبقى شايف ان هو محتاج يطلع بطوله معينه على حسابه بيطلع، اللي محتاج يعني تمارين مع مدربين برايفت بره ما بيبخلوش على ما بيبخلوش. بس يعني واحنا هنا بنحاول على قد ما نقدر نساعد في الموضوع ده، يعني بنحاول على قد ما نقدر، بس هي الفكره ان مكلفه يعني احنا يعني يا ريت من خلال البرنامج كده ان احنا لو في حد يعني شاف تنس الطاوله وشاف الانجازات بتاعت لاعبتنا يعني يرعى اللعيبه بتوعنا دول، ممكن نعمل حاجه يعني في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله. كابتن ان شاء الله تتاهلوا ان شاء الله يا رب بدون مقاطعه عن افريقيا اللي جايه ان شاء الله اللي هتكون في سبتمبر من خلال الفرق. شايف منافستنا ان شاء الله في حاله تاهل يا رب في باريس 2024 قريبين. اللي عمله عمر خلانا نقول قريبين، بس يعني هي مش يعني قريبه ومش قريبه، قريبه لان الحاله اللي هيبقى ان شاء الله عليها لاعبتنا في باريس لو ما ان شاء الله نتاهل، يعني برضو يعني حضرتك عارفه ان في البطوله نفسها كل بطوله وليها ظروفها، بيبقى ليها في توفيق، بتحس ان كده اللعيب فايق وممكن المكسب بيجيب مكسب، هي بتبقى محتاجه حاجه زي دي عشان يبقى في ميداليه، يعني بالمعنى اللي احنا نجيب ميداليه مش بس خامس مش سادس،
فدي يعني ربنا يسهل كده ونقدر نعمل حاجة في باريس إن شاء الله. طول ما الإنسان بيتعب وبيجتهد وبيخلص، دي قاعدة عندي في حياتي، دايما ربنا بيطبطب وبيكافئ في الآخر إن شاء الله. أنا بتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله تتأهلوا وتكون منافسة قوية لمنتخبنا الوطني في باريس 2024، وإن شاء الله يا رب يعني يفرحوا كل الجماهير المصرية. يا رب يا رب. ويعني هم اللعيبة بتاعتنا بقت معروفة على فكرة، في يعني لما بنيجي مسافرين في المطارات وفي المطار بنلاقي اللعيبة بقت معروفة، فيعني دي برضو بتديلهم دافع ان هم يحققوا اقصى حاجة، حسوا ان الناس كلها بقت عارفاهم ومطلوب منهم نتائج، فان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. كابتن ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب مصر تنس الطاولة، انا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليكي، الف شكر. اشكرك كابتن ماجد. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كل التوفيق يا رب ان شاء الله لابطالنا المصريين في كل الالعاب، وعينينا دايما على باريس 2024. اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده من ملاعب الابطال، الى اللقاء.